يوم السبت الجاي محمود هيبقى كمل 851 يوم حبس احتياطي، يعني سنتين وثلاث شهور و29 يوم في مقابر طرة زي ما هو بيقول. ده ليه؟ ده عشان هو كان مصور صحفي شايل كاميرا بتاعته وبيغطي اعتصام رابعة العدوية بعد مناشدة وزارة الداخلية المصورين والصحفيين انهم ينزلوا يغطوا فض رابعة بجانب قوات الامن. محمود اتوجهت له تهم من انضمام لتجمع غير سلمي، تكدير السلم العام، الارهاب، ترويع المواطنين، قطع الطريق، وصولا للقتل والشروع في قتل ضباط الشرطه. ده كله برضو بسبب ان هو كان شايل كاميرا في الوقت اللي تم القبض فيه على شوكان والاثنين مصورين الاجانب الفرنسي والامريكي، انه بعد ساعات قليله تم الافراج عنهم هما الاثنين. ولكن للاسف شوكان النهارده بيتم تقريبا 800 يوم في الحبس. شوكان اكثر من مره أعلن تماما إن هو يخرج. مرة يكتب رسالة بتنضح ألما، مرة يصيبه حالة اكتئاب شديدة بخلاف حالته الصحية اللي هو مصاب بفيروس سي طبقا للمعلومات اللي وصلنا في النقابة. فأنت قدام حالة شديدة الصعوبة، قدام معاناة شديدة، قدام رجل ذهب لينقل الحقيقة فارتفع ثمنها على الأقل الآن أكثر من سنتين من عمره وخارج إطار القانون، يعني ده قبل محاكمته. عايز أكد هنا على نقطتين. أولا، محمود صحفي مش سياسي، مش تابع لأي تيار أو حزب، ومش طرف في أي صراع سياسي قائم دلوقتي. محمود تهمته الوحيدة إن هو صحفي كان بيأدي مهنته في تغطية أحداث فض رابعة. كذا مرة قدمنا استشكال على كذا مرة بنقدم إثباتات إن هو صحفي، ولكن ما فيش أي استجابة من النيابة. بطالب بسرعة الإفراج. طبعا عدى محمود مدة الحبس القانوني في الحبس الاحتياطي، المدة القانونية في الحبس الاحتياطي، ولكن برضو ما تمش الإفراج عنه. بطالب بسرعة الإفراج عنه. في شك كبير قوي في فكرة انك شخص شايل كاميرا في الشارع في مصر، فالشكوك دي كلها بتزيد اكتر لما يفهم انك بتصور شغل صحافة كمان، فبيبدأ يقلق اكتر ويبدأ يكون اميل لمنعك. لو المشكله وقفت عند المنع وخلاص، ما هيش قضيه كبيره، لاننا نقدر نتصرف، نقدر نتحايل على الامور، نقدر نغير المكان اللي بنصور فيه. لكن لما بتوصل المشكله ان حد يتم توقيفه او اعتقاله بسبب انه شايل كاميرا، هنا بتبقى مشكله كبيره. لو هو في حاله انه مصور حر بس، فبالتالي ما بيبقاش في حد، فيش ناس كتير بتقف وراه، وبتبقى طول الوقت هو مطالب انه يثبت انه فعلا مصور صحفي، وهو ما عندوش اي ورقه رسميه تثبت انه مصور صحفي. المفروض انه التصوير والتصوير في الشارع كمان حق يكفله الدستور، يعني من حق كل مواطن يعبر عن نفسه بالكلام والموسيقى ومش عارف ايه او بالتصوير، ده موجود في الدستور يعني. بس طبعا القانون ممكن تحبس بيه عكس يعني، او من غير قانون حتى يعني. هو عندنا شوكان طبعا احسن مثل. احنا بنطالب دلوقتي بضروره وجود قوانين ضابطه لتحرير هذا المجال الاعلامي. بنطالب على الاقل بالحد الادنى لزملائنا، انا شايف ان الحد الادنى حريتهم، ولكن هم دلوقتي بيجبرونا ان احنا الحد الادنى ان هم يتعالجوا. شوكان طبعا لازم يطلع يعني. في ما فيش طلبات ثانيه، لازم يطلع ولازم يتعوض. لازم يتعوض على الفتره اللي قضاها في السجن دي. يعني هو شاب زيه مش عارف ايه، شاف بيعمل ايه بيعمل في السجن. بلاش شاب زي مصور زيه مش عارف بيعمل ايه في السجن. شيء مرعب طبعا. فهو مفيش طلبات غير ان هو يعني يطلع دلوقتي. يعني كلمه محمود انه اسالكم ببساطه، الان وقد عرفتوني الا تديروا ظهوركم لي، انا مصور صحفي، انا محمود ابو زيد شوكان. فالحريه لشوكان، الحريه ليوسف شعبان، الحريه للصحفيين المعتقلين. شكرا.